السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي في الصف العاشر، يعطيكم العافية. درسنا في الحصة السابقة عن معادلة الاستمرارية للموائع المتحركة، واليوم إن شاء الله رح ندرس مع بعض معادلة برنولي. تهتم معادلة برنولي بدراسة الموائع المتحركة في أنبوب جريان. سرعة المائع فيه متغيرة بسبب تغير طبعا مساحة مقطع هذا الأنبوب، أنبوب الجريان، وأيضاً ارتفاعه عن سطح الأرض متغير. تنص معادلة برنولي على أن مجموع الضغط والطاقة الميكانيكية هي عبارة عن طاقة الوضع بالإضافة لطاقة الحركة لوحدة الحجوم تساوي مقدار ثابت. إذا صار يدرس عنا الوضع، عفواً الضغط بالإضافة إلى الطاقة الميكانيكية هي طاقة الوضع وطاقة الحركة لموقعين مختلفين في الارتفاع عن سطح الأرض، وبالتأكيد يكون هذا التساوي على طول مجرى المائع المثالي. يعني لو جينا حسبنا هون مقدار، لو اعتبرنا هذا الموقع الأول وهذا هو الموقع الثاني، إن مقدار الضغط بالإضافة إلى طاقة الوضع وطاقة الحركة هون تساوي مقدار ثابت، وهذا المقدار يساوي أيضا طاقة الضغط بالإضافة إلى طاقة الوضع وطاقة الحركة في الموقع الثاني. نعبر عن معادلة برنولي رياضيا: الضغط زائد نص في كثافة المائع في سرعته مربع سرعته بالإضافة، طبعا هاي عبارة عن طاقة حركية، بالإضافة إلى كثافة المائع في تسارع السقوط الحر في ارتفاعه عن سطح الأرض تساوي مقدارا ثابتا. وإذا أجينا نقارن بين موقعين ونساويهم في بعض لأنهم الاثنين لهم نفس المقدار الثابت، إذا بقدر أحكي إنه بي واحد يعني الضغط عند الموقع الأول زائد نص في كثافة المائع في سرعته الأولى مربع سرعته الأولى زائد كثافة المائع في تسارع السقوط الحر في ارتفاعه عن سطح الأرض، ارتفاع المقطع الأول عن سطح الأرض يساوي الضغط عند الموقع الثاني بالإضافة إلى نص في كثافة المائع في مربع سرعته الثانية زائد كثافة المائع في تسارع السقوط الحر في الارتفاع عن سطح الأرض عند الموقع الثاني. إذن هذه هي معادلة برنولي، مجرد ما حفظنا إحنا الجزء الأول هو عبارة عن تكرار إله. الآن نطلع على الشكل الموجود عندنا هون، بنلاحظ أن هذا الشكل عبارة عن أنبوب ينطبق عليه معادلة برنولي ولكنه بشكل أفقي، يعني ارتفاعه متساوي تقريبا عن سطح الأرض. في هاي الحالة أن H1 يساوي H2، الارتفاع متساوي عن سطح عن سطح الأرض الارتفاع الأفقي، وبالتالي إذا كان الارتفاع متساوي بدي أنا أشيل طاقة الوضع لأنها متساوية في الطرفين، فبتصفي عنا الضغط في النقطة الأولى زائد نص في كثافة المائع في مربع سرعته الأولى يساوي الضغط عند النقطة الثانية أو الموقع الثاني زائد نص في كثافة المائع في مربع سرعته. هذه العلاقة بتخلينا نستنتج إنه كل ما زاد ضغط المائع، عفوا كل ما زادت سرعة المائع رح يقل ضغطه، كل ما زادت السرعة رح يقل ضغطه. نطلع هون على العلاقة الموجودة عندنا هون، إذا زادت السرعة يعني إذا كانت V2 أكبر من V1 فإنه هذا المقدار الموجود عندنا هون هو أكبر من المقدار الموجود عندنا هون، وبالتالي عشان أحافظ على إشارة يساوي لازم تكون عندنا V1 أكبر من V2. إذا بستنتج إنه كل ما زادت السرعة رح يقل ضغط المائع، وهذه الخاصية هي من خصائص معادلة برنولي، حالة خاصة في معادلة برنولي واستعملها العالم برنولي في تطبيقات عديدة في الحياة اليومية. خلينا الآن نبدأ بحل الأسئلة على معادلة برنولي. بيحكي لنا السؤال: يجري الماء في خرطوم أفقي بسرعة V تساوي 3 متر لكوب. طبعا خرطوم أفقي يعني تنطبق عليه الحالة الخاصة، يعني طاقة الوضع في الموقعين رح نأخذهم متساوي، هاي عبارة عن V1. فإذا كان ضغط الماء في الخرطوم 1.4 × 10^5، هاي عندنا V1، وعند تقليل قطر الخرطوم هبط ضغط الماء ليصبح 1.1 × 10^5، هاي عندنا V2. بدنا نحسب سرعة الماء عبر الجزء الضيق من الخرطوم، طبعا باستعمال
قانون أو معادلة برنولي اللي إحنا قبل شوي توصلنا لها. نكتب القانون كالشكل التالي اللي هو معادلة برنولي ب1 زائد نص في رو اف في 1 تربيع يساوي ب2 زائد نص رو اف في في 2 تربيع. طبعا نحن بنعرف انه كثافة الماء 10^3 كيلوغرام لكل متر تكعيب. طيب الآن بدنا ب1 بنعوض 1.4 في 10^5 زائد نص طالب 10^3 اللي هي كثافة الماء اللي هو موجود معنا هون، السرعة الأولى اللي هي 3، طبعا هون عندنا مربع السرعة حط 3 تربيع يساوي ب2 معطيني اياها 1.1 في 10^5 زائد طبعا نص في 10^3 كثافة الماء في ب2 تربيع. بنلاحظ انه كل الكميات موجودة يعني معنا هون في السؤال ما عدا ب2 تربيع. صار عنا عبارة عن معادلة رياضية بقوم انا بحل هاي المعادلة واستخراج كمية او عفوا والوصول الى مقدار ب2. 1.4 في 10^5 وعندنا نص في 3 تربيع، 3 تربيع طبعا 9 ضرب نص اللي هي 4.5 في 10^3، ننقل هاي للطرف الثاني بصير ناقص 1.1 في 10^5 تساوي هون عندنا نص في 10^3 في 2 تربيع. الآن نقسم نوجد طبعا ناتج هاي الكميات الحسابية ونقسم الطرفين على نص في 10^3 ونوجد قيمة في 2. في النهاية طلعت معنا في 2 تساوي 8.3 متر لكل ثانية. الآن المطلوب منا الثاني بحكي لنا نسبة مساحة مقطع الجزء الضيق إلى مساحة الجزء الواسع من الخرطوم، يعني بده نسبة A2 إلى A1، قديش بتساوي A2 على A1؟ طبعا أنا بعرف إنه العلاقة اللي بتربط بين المساحات والسرعة هي معادلة الاستمرارية، بروح بستعمل معادلة الاستمرارية اللي بتحكي لنا إنه مساحة المقطع الأول في سرعة الماء عند ذلك المقطع تساوي مساحة المقطع الثاني في سرعة الماء عند هذا المقطع. الآن بحكي لو قسمت الطرفين على A1 V2 تطلع عنا A2 على A1 تساوي V2 على V1 على V2. الآن بكتب هون A2 على A1 اللي هي النسبة المطلوب مني في الفرع الثاني تساوي V1 اللي كانت موجودة معنا في السؤال في المعطيات 3 على V2 اللي أنا أوجدتها اللي هي 8.3. بوجد النتيجة تقريبا تساوي 36%. طبعا هون نسبة فما بعطيها وحدة، هي نسبة بين مساحتين أو سرعتين. في النهاية بنحكي إن هناك العديد من التطبيقات العملية على معادلة برنولي، منها أجنحة الطائرة والمرداد وأيضا مقياس فنتوري. لهون بكون انتهت حصتنا يا عاشر، يعطيكم العافية. الواجب هو حل التمارين في صفحة 80 وصفحة 81. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.